اليمن هذه الأيام يموج بالأحداث التي تحتاج من وسائل الإعلام إظهارها. ميليشيات الحوثي وصالح التي تهدد حياة الصحفيين الذين يريدون نقل الصورة الواقعية من داخل البلاد جعلت عملهم صعبا. فقرة أنا أرى تعتمد على المواطنين الصحفيين الذين يرسلون لنا عبر تطبيق أنا أرى أبرز الفيديوهات والصور التي يلتقطونها. أحكمت المقاومة الشعبية بعد معارك عنيفة سيطرتها على المواقع الاستراتيجية في مدينة الضالع التي كانت في يد مسلحي جماعة الحوثي وقوات صالح أيضا، لتحقق انتصارات هي الأكبر منذ بدء الحرب عليها. وانتشر شبان المقاومة في أنحاء المدينة محتفلين بهذا الانتصار. وقد تمكن شبان المقاومة الشعبية من تحقيق هذا الانتصار بعد اقتحامهم مقر اللواء 33 مدرع الذي كان تحت سيطرة ميليشيات المخلوع صالح وهو على تلة تشرف على المدينة، كما سيطرت على مواقع حيوية أخرى قبل إحكام سيطرتها على المدينة، وفر من تبقى من الحوثيين إلى مدينة حدودية تسمى قعطبة. وقد خرج شبان المقاومة للاحتفال بهذا الانتصار في الشوارع كما نشاهد في هذه الصور التي أرسلت لنا عبر تطبيق أنا أرى. تأتي هذه التطورات في مدينة الضالع في وقت شن فيه طيران التحالف العربي غارات جوية على معسكرات ومخازن للأسلحة في مناطق مختلفة من العاصمة صنعاء، مما ساهم في تحقيق المقاومة هذه الانتصارات على الأرض مع نقص مخزون الذخيرة لدى الميليشيات. وبعد قتال شرس ومعارك طاحنة بين المقاومة والميليشيات سقط خلال العشرات من ميليشيات الحوثي وصالح، كما نشاهد هنا صورة من أيام الاشتباكات لبعض شبان المقاومة وهم يحتمون خلف حاجز ترابي. نشاهد جزءا من هذه الاشتباكات في هذا الفيديو. هؤلاء أبناء المقاومة الجنوبية مع سيطرتهم على موقع الخزان. دبابة المقاومة الجنوبية تضرب أبكار الحوثة المتبقيين في مؤخرة اللواء الجربة. فقد تم السيطرة على موقع المظلوم والقشاع والأمن المركزي، والآن تتقدم وتضرب مقر قيادة لواء عبود والحوثيون يجرون أذيال الهزيمة. ورغم سيطرة المقاومة على الضالع إلا أن المعارك الطاحنة التي جرت في المدينة خلفت دمرا. هنا نشاهد ما آل إليه الشارع الرئيسي لمدينة الضالع. عبر اليمنيون كل بطريقته عن مشاعره تجاه الرئيس المخلوع صالح وحمله مسؤولية ما وصلت إليه حالة البلاد. هنا نستمع إلى رسالة شديدة اللهجة وجهها يمني من محافظة أبين لصالح يقول له فيها اتق الله في نفسك. يا علي عبد الله صالح اتق الله في نفسك، أكلت وشربت من الجنوب طلعت مليارات 60 مليار، آخر شيء قتلت الجنوبيين. قدم جابوا علي قصيدة في مسجد النهدين، اسمعها واعتبر. قال جاني خبر كنت مستنيه من مدة، ماذا جرى لك بصنعاء أيها العمدة؟ الله يمهل ولا يهمل الشخص في سد، ما يرفع الظلم إلا ربنا وحده. أعطى علي حصته من نار تتوقد، وأعطى مجور وخرج سيل من جلده. إنما مجور صديقي لكن مرتد، صرفوا له بيت في حده، والراية أعطى وردة فات شي على الخد، وردة جهنم شظاياها قصد كبدة، والحق عبد الغني ذاق وتكبد، ابن العميد ابن العليمي أخذ النار بقيادة. ما عاد قدر مسجد النهدين يتنهد ولا مصلي سجد من داخله. كل ما نختاره للعرض يصلنا بشكل يومي من زملائنا المواطنين الصحفيين الذين يشاركوننا بهذه الصور والفيديوهات من داخل اليمن أو خارجه، ونحاول دائما التحقق من مصداقيتها قدر المستطاع لعرض مادة تنقل الواقع المتفاعل بشكل يومي. وننتظر مشاركتكم عبر تحميل تطبيق أنا أرى بزيارة متجر جوجل في الهاتف الجوال أو زيارة صفحة أنا أرى على موقع العربية. وسنختار منها ما يبث في نشرات الأخبار على قناتي العربية والحدث ضمن فقرة أنا أرى.